Hello, this is Rasha Alabda reporting for Global Girl Media. Today we are in the University of Malik Sadi in Tetouan to ask students about the upcoming elections. في حاجه في انتخابات شنو سميتها انتخابات اصلا يعني ما غاديش نعرف على من صوت يعني كتلقاي بنادم كيدير لك انا غادي ندير غادي ندير غادي ندير في الاخر ما كيدير والو يعني من احسن نخليها من اخرها وصافي Yes, I'm gonna vote, even if I don't trust on some officials. As a young Moroccan woman, I strongly believe, yes, that it's so important because it's gonna help us to achieve our dreams, maybe. الشباب المغربي خير دليل هي المرحله الحاليه كنتكلموا على 20 فبراير جول الشباب ديال الشعب المغربي هما كيخرجوا ويحتجوا هما خارج اللعبه السياسيه وخارج النقاش السياسي اللي كديروا النظام بل النقاش السياسي ديال ولاد الشعب هما يدافعوا على الحقوق ديالهم بعيدا عن الاحزاب من الشباب المغربي بمن الشباب المغربي وهما في المرحله الحاليه كيعبروا معيه الشباب ديال المجتمع العربي كامل على الرفض ديالهم للانظمه الرجعيه اللي كاين في البلاد والاحزاب السياسيه اللي كاين يعني الصوت ديالي انا ولكن غير اعليا انا ما كنبغيش يعني يكون مهم لا بيان سور غيبدل ولكن انا شخصيا ما كنفضل ما ننتخبش لان ما نعرفش نبغي نقدر ما عنديش الثقه هذا هو السبب الرئيسي اللي It depends on who's elected and who's gonna win the elections. So we hope for the best. النقاش حول المسألة ديال الانتخابات لا يمكن الفصل ديالها على الجوهر اللي تبنات عليه اللي هو النقاش ديال الدستور. الدستور نورمالمون شكون اللي خصو يكون كيديرو؟ الدستور الشعب المغربي واللي خصو يدير واحد الدستور اللي كيعبر عليه. I have voted for the new constitution and I love my country, I love my king and I have some hope of changing. That's why I'm gonna vote. And that's for me, I'm not gonna vote because my king is not even here, he's in France, so I'm not gonna vote. I mean, I don't see the reason for me to vote. بتطوان ولكن انا كنقطن في مدينه وزان عندي با كادح الام ديالي كادحه الخوت ديالي كيعانيو وكيفاش ممكن انني نصوت وكنحييك على كنحيي زعما على الاسئله اللي هي بصراحه كنشاقوا حنا كشباب مغاربه